أحيانه الجهود المصرية نجحت في تنفيذ مرحلة جديدة من تبادل الأسرى والمحتجزين بشكل احترافي، خصوصا أن ملف الأسرى بيعتبر هو الملف الأصعب في بنود الهدنة بين المقاومة وبين قوات الاحتلال. أحيانه كمان مصر حريصة على تنفيذ هذا البند بشكل كامل. خلينا نروح سريعا للدكتور حسن سلامه، استاذ العلوم السياسيه، نتعرف منه على تفاصيل اكثر بخصوص هذا الملف. بنصبح على حضرتك يا دكتور، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذ مصطفى، اهلا وسهلا. دكتور حسن، يعني ربما يعني ان تكون وسيطا، وخصوصا مع طرف زي الاحتلال الاسرائيلي بيغير من طلباته في اللحظه الاخيره، اعتقد انه ده يعني حجم كبير جدا من المجهود. دائما ان تكون وسيطا يعني شيء سهل، لكن ان تكون وسيطا وبتتوسط من أجل إفراج أسرى من الجانبين يبقى شيء أصعب بكثير. حجم المجهود يعني من وجهة نظر حضرتك عامل إزاي؟ يعني خليني أقول لحضرتك يا أستاذ مصطفى، يعني حقيقة مهمة جدا أن مصر دولة كبيرة، وحجم تأثيرها في إقليمها وفي العالم هو حجم كبير للغاية، ويمكن تحركها دائما في القضية الفلسطينية هو تحرك نزيه دون أجندات، ويمكن ده اللي بيكسب مصر كوسيط مصداقيتها لدى الطرفين. طيب. لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي من ناحيه، ولدى الفلسطينيين من ناحيه. طيب. اخرى. عايز اضيف لك كمان انه مصر لديها خبره كبيره لدى المفاوض الموجود ولدى الدبلوماسيه المصريه، خصوصا في التعامل مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي. العاملين دول الحقيقه هم اللي بيخلوا مصر دائما هي الوسيط الاقوى والاكثر تاثيرا، يعني عند محاولة تهدئة الأوضاع أو تحقيق تقارب في وجهات النظر. ويمكن ده ظهر كما تعلم حضرتك في أكثر من موقف، كان منها مثلا صفقة الجندي شاليط اللي تم يعني مبادلته بعدد 1000 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. نيجي بقى للوقت الراهن، بالتأكيد الوقت الراهن وحالة العدوان اللي مارستها سلطات الاحتلال على سكان قطاع غزة كانت الأخطر من نوعها، ربما لا تكون الأولى ونتمنى أن تكون الأخيرة، لكن كانت الأخطر من نوعها الحقيقة، وكان هناك حالة من حالة التعنت والصلف الإسرائيلي، وأن تضرب سلطات الاحتلال عرض الحائط بكل الضغوط والإملاءات ومحاولات يعني التوفيق وجهات النظر أو غيره، حتى القرارات الدولية. ولعلي أذكرك وأذكر السادة المشاهدين الكرام بأنه مجلس الأمن استصدر قرار بضرورة تطبيق هدن إنسانية لم تنصع لها إسرائيل ولم تستجب له إسرائيل، استجابت للمفاوض المصري، استجابت للمفاوض المصري الذي استطاع بحق أن هو يمارس الضغوط الكفيلة بإمكانية التوصل إلى هذه الهدنات، خصوصا أن المسألة كانت مرتبطة بهدف من الأهداف المعلنة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن فشلت عسكريا في تحقيقه، وهو إخراج المحتجزين لدى حماس. استمرار الهدنات واستقرارها 4 أيام ثم تمديدها يومين آخرين، ما تردد حول تمديدها يومين آخرين، بالتأكيد احتاج إلى جهد كبير جدا من المفاوض المصري لكي يتم التوصل إلى هذا الهدف. لكن عايز أقول لك أنه هذا الأمر هو شهادة نجاح جديدة للقيادة السياسية المصرية وللدبلوماسية المصرية في مجال الوساطة النزيهة. دكتور حسن، الحقيقة يمكن من 2008 ومنذ بدء اندلاع المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وبين قوات الاحتلال، مصر كانت دايما حاضرة وبقوة، يعني يا إما كانت تحاول حتى منع حدوث أي تعدي، أو حتى تحاول أنها تهدئ من وتيرة الصراع الدائر على الأراضي الفلسطينية. عايز أعرف من حضرتك العناصر اللي بترتكز عليها الدولة المصرية عشان تقدر تدير هذا الملف بشكل احترافي، وأنها قدرت تكسب الثقة دي على مدار سنين كتير جدا. طيب خليني أقول لحضرتك يعني من البداية كده، وحتى قبل 2008 طبعا. يعني الكل يعلم أن الدولة المصرية قدمت الكثير وما تزال للقضية الفلسطينية على كل المستويات، سواء المستوى السياسي أو المستوى العسكري أو المستوى الإنساني أو غيره، وكانت أكبر داعم وكانت الأسرع دائما في كل عدوان تمارسه سلطات الاحتلال لدعم الفلسطينيين. ويمكن يعني هذه التدخلات المستمرة عبر سنوات هي التي أكسبت مصر أمرين أساسيين، أكسبتها ثقة موجودة، لأنه التحرك المصري كان واضحا تماما أنه بلا أغراض بلا أجندات سوى
فعلا حل القضية الفلسطينية وتحقيق المصلحة الفلسطينية وإقرار السلام في المنطقة. يعني مصر كانت دائما وما تزال داعية لتحقيق السلام ووقف العدوان بأي شكل من الأشكال. الأمر الثاني أن هذه الممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرات حقيقية استطاعت من خلالها تجاوز كثير جدا من التحديات، ويمكن ده ظهر في أكثر من موقف، أنه في كل مرة يحدث فيها العدوان كانت مصر تسارع للتوصل إلى تهدئة، وكانت مصر تسارع إلى تثبيت هذه التهدئة، وهما كانت تنجح فيه بشهادة العالم وبشهادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وفي كل مرة أيضا المسألة تتجاوز هذا الأمر إلى إعادة الإعمار، فكانت مصر هي السباقة دائما للدخول إلى القطاع لإعادة الإعمار وإعادة مقومات الحياة إلى داخل القطاع. هذا المكون عايز أقول لحضرتك أنه مكون في غاية الأهمية، ويمكن الناس لابد أن تنتبه معنا إلى أن السياسة المصرية في فكرة إعادة إعمار القطاع والاحتفاظ به كمنطقة قابلة للحياة كان يعكس بعد رؤية وبعد نظر كبير للسياسة المصرية، خصوصا في ضوء ما ظهر من مخططات إسرائيلية لتهجير سكان القطاع سواء إلى سيناء أو إلى أراضي دول عربية أو إلى أراضي دول أجنبية. فأحد الأمور المهمة التي تجعل الفلسطينيين وهم متمسكون بأرضهم تجعلهم يتمسكون أكثر بأرضهم دون ضغوط وتوفير مقومات الحياة الأساسية، وده يمكن كان أحد أدوات الضغط اللي بتمارسها سلطات الاحتلال، لكنها تحطمت على صخرة السياسة المصرية الواعية. دكتور حسن، يعني بالتأكيد يعني هناك عدد كبير من الصعوبات اللي بتواجهها الدبلوماسية المصرية سواء مع الجانب الإسرائيلي أو مع الجانب الفلسطيني. ملف زي ملف إطلاق الأسرى أو إطلاق سراح المحتجزين أعتقد أنه ملف فيه تفاصيل كتير، يعني أبرزها إيه؟ عايز أقول لك حاجة يا أستاذ مصطفى، طبعا ملف الأسرى هو أولا هو ورقة الضغط الأساسية الموجودة لدى حماس، يعني وكانت الورقة التي تلوح بها حماس أكثر من مرة. صحيح. لكن ورقة الضغط دي الحقيقة لم تمنع إسرائيل في أنها يعني تمارس عدوانها على مدار قرابة 50 يوما، وأسقطت يعني حوالي 14,000 شهيد وآلاف المصابين. لكن بالتأكيد أيضا هذا الملف له أهميته في الداخل الإسرائيلي، لأنه كان بيمثل ورقة ضغط أخرى على حكومة نتنياهو، وكانت أحد الأهداف التي أعلنها حتى يبقى في المشهد السياسي. كل طرف سواء حماس أو إسرائيل كلاهما كان يبحث عن أعلى مكتسبات ممكنة. هنا الصعوبة الحقيقة أنه الوسيط النزيه، وأنا أؤكد على كلمة النزيه لأنه أنا ما بقولش لمصر هي الوسيط الأكثر نزاهة، الوسيط النزيه الوحيد بين الطرفين، وأنا يعني أقول هذا الكلام يعني عن خبرة وعن يعني دراسة للدور المصري عبر السنوات، أن مصر هي الوسيط النزيه الوحيد في هذا الإطار. حاولت تحقيق التقارب وحاولت يعني تجاوز كثير جدا من العقبات، خصوصا في اللحظات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بفكرة أقدمية الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، ويمكن ده كان أحد العقبات، أنه حماس اتهمت إسرائيل بأنها تخل بالاتفاقات وبنود الاتفاق الخاص بالهدنة، سواء بالنسبة لخروج أسر المحتجزين كاملة من جانب حماس، لأنه أحيانا يخرج الابن أو الابنة ولا تخرج الأم أو الأب، يعني لا تخرج الأم. فكان في تفاصيل الحقيقة دقيقة جدا فيما يتعلق ببنود هذه الهدنة، عدد المحتجزين اللي بيخرج يساوي يوما معينا، كل دي الحقيقة كانت تحتاج حنكة حقيقية من المفاوض المصري حتى يتم تنفيذ بنود اتفاق الهدنة بسلام، وهو ما تم حتى اللحظة الحقيقة. كتير جدا من العقبات اللي كانت متداولة حتى في وسائل الإعلام ويعلن عنها من هذا الطرف أو ذاك، استطاع المفاوض المصري بحنكة وبموضوعية وبضغط كبير على الطرفين، لأن هناك رغبة حقيقية مصرية في التهدئة ومنع تفاقم الأمور، استطاع أن هو يحقق هذا الهدف وهو استمرار وتثبيت هذه الهدنة وصولا إلى تمديدها. ولكن المتصور بقى أن الجهد المبذول هو أن نصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وربما تكون هذه هي العقبة الأساسية التي سوف تواجه المفاوض المصري، لأنه الإسرائيليين يرفضون تماما مسمى وقف دائم لإطلاق النار، فربما يكون الحنكة المصرية في إمكانية
التمديد إلى هدن مؤقتة حتى وإن لم تأخذ شكل الوقف الدائم، وشهدت من وقت لآخر مناوشات بين الطرفين. دكتور حسن، بالحديث عن العقبات التي تواجه المفاوض المصري تحديدا في هذه الهدنة، يعني إن كان في الأيام الأساسية للهدنة الأربع أيام الأولى أو حتى في اليومين الإضافيين، كان من ضمن العقبات أيضا أنه حصل بالفعل أكثر من خارق لبنود هذه الهدنة. إزاي المفاوض المصري بيقدر أنه يثبت هذه الهدنة، ويقدر حتى أنه يتعامل مع الجانبين أو مع الطرفين، ويقدر أنه هو يلزمهم بضبط النفس؟ هو ده طبعا من اهم العقبات اللي بتواجه المفاوض المصري، لانه يعني كلا الطرفين يعني على المحك، ويمكن حصل خروقات انه يعني ضرب قذائف على محيط مدينه غزه وحي الشيخ رضوان، في المقابل ردود من المقاومه الفلسطينيه. بالتاكيد يعني الهدنه هي هدنه هشه. اصعب تحدي ان تكون هذه الهدنه هدنه هشه، وان يكون الطرفان يعني مستعدين للدخول في جولة جديدة من أعمال العنف في أي لحظة. ده بالتأكيد من أهم التحديات اللي بتواجه المفاوض المصري، ولكن حقيقة يعني ثقة مصر ومصداقيتها والجولات المكوكية التي تتم بين الطرفين والاتصالات المستمرة بين الطرفين لاحتواء أي يعني خرق منعا لتفاقمه، أعتقد أن هو لعب دور كبير جدا في خروج الهدنة بهذه الصورة. يعني ما كانش متصور الحقيقة أنه بعد 50 يوما من العدوان أن نصل إلى هذه الهدنة، وهي هدنة تم تنفيذها بصورة جيدة للغاية، وتم فيها تحقيق هدف مهم وهو خروج المحتجزين وخروج أسرى من السجون الإسرائيلية. ولكن المشكلة الأكبر الحقيقة أنه كان هناك يعني ما يتردد حول صفقة أخرى يخرج في مقابلها كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، هي صفقة الكل أمام الكل، أنه كل المحتجزين الموجودين لدى حماس في مقابل كل الأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية، وما تردد حول أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت هذه الصفقة رفضا باتا، لأنه بالتأكيد هناك رفض أيضا في الداخل الإسرائيلي لعملية التهدئة مع حماس. هناك أطراف يعني شديدة التعصب وشديدة التطرف، منها بن غفير طبعا الذي طالب نتنياهو بنقض الهدنة، ولكن يبدو أن الجهود المصرية حتى الآن نجحت وبامتياز في تثبيتها ولو حتى مؤقتا. صحيح. طيب بالحديث أيضا عن كون يعني هذا الأمر، وهو أمر الأسرى أو المحتجزين لدى حماس، هو الورقة الوحيدة، ربما شفنا يعني الجهود المصرية من أيام جلعاد شاليط كيف كانت، يعني رغم أنه كان جندي واحد إلا أن هذا الأمر استمر طويلا جدا، يعني أخذ وقت طويل جدا عبال ما هذا الجندي يتم الإفراج عنه أو مبادلته بعدد كبير من الأسرى داخل سجون الاحتلال. إحنا هنا بنشوف ربما موقف مغاير يا دكتور حسن، والموقف ده يعني بيؤكد أن حماس لا تمتلك سوى هذه الورقة. كيف تتمسك حماس بهذه الورقة، وكيف أيضا تضعف إسرائيل هذه الورقة لدى حماس؟ شوف، بالتأكيد كل طرف بيحاول أن هو يعني يحقق أعلى مكاسب ممكن، ويمكن ما يدور في الكواليس كما نعلم أنه يعني حماس لا تمتلك كل العدد، يعني حتى لا يمكن حصر العدد الموجود من المحتجزين لدى حماس. يعني حماس لديها مجموعة، يمكن المجموعة العسكرية، لكن هناك مجموعة مدنية موجودة لدى فصائل أخرى يعني تشترك مع حماس في عمليات المقاومة وموجودة لدى أطراف مختلفة يعني. ودي الحقيقة أحد أوراق الضغط اللي بتمارسها حماس لفكرة تمديد الهدنة، إنه يعني إعطاء الفرصة لفترة أطول للبحث عن عدد أكبر من المحتجزين، خصوصا أن العدد غير محدد لدى حتى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصريحاتهم. يعني سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكدت أكثر من مرة أنه لا يمكن حصر العدد الحقيقي أو النهائي من المحتجزين لدى حماس، ويمكن ورقة الضغط اللي بتستخدمها حماس خصوصا لتمديد الهدنة. تمديد الهدنة بالنسبة للطرفين مسألة مهمة، لأنه كليهما مطلوب منه إعادة التفكير في المرحلة المقبلة، إعادة التموضع حتى في حال وجود سيناريو استئناف
العنف او العدوان، حتى في نفس الوقت الهدنه بتمثل لسكان القطاع نفسهم فرصه لادخال مزيد من المساعدات، ويمكن ده اللي كانت بتدفع مصر في اتجاهه بقوه كبيره جدا. وطرحت مصر كمان يا استاذ مصطفى امر انه عدم ربط فكره المساعدات بانهاء صفقه المحتجزين، يعني فكره المساعدات لابد ان تكون منفصله تماما لانها مرتبطه بامور انسانيه، مرتبطه بمقومات الحياه داخل القطاع وليست مرتبطة بقضايا سياسية في مقدمتها ملف الأسرى. في المقابل إسرائيل بالتأكيد بتسعى إلى إضعاف هذه الورقة والتهديد دائما بأنها فور انتهاء الهدنة سوف تواصل عملياتها العسكرية، وليس هناك دليل على ذلك أبرز من زيادة حجم الميزانية السنوية لصالح الحرب على حماس. يعني أنا لا أتصور أنه يعني زي ما بنقول في العلوم السياسية هناك ما يسمى بالرشادة في اتخاذ القرارات، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل ما هو يعني مرتبط بهذا الأمر، لا توجد رشادة على الإطلاق. كل ما يهم نتنياهو هو وجوده في المشهد السياسي، كل ما يهمه هو أن يخرج بأقل خسائر ممكنة لذاته، لأنه سوف بالتأكيد سوف يتعرض لإجراءات صارمة حال خروجه من الحكومة. للأسف الشديد الخاسر في هذه الأمور هم الشهداء الفلسطينيون الذين يسقطون جراء العدوان الإسرائيلي الغش. بكل تأكيد. دكتور حسن، سريعا جدا، حابب برغم من دور المصري القوي كوسيط بين المقاومة وقوات الاحتلال إلا أنه بنشوف مزايدات على الدور المصري، بتشوف يا فندم تبرير هذه المزايدات دي إيه؟ هقول لك على حاجة، معلش، يعني هذا قدر الكبار، هذا قدر أن مصر هي دولة كبيرة، هي الدولة العربية الكبرى، هي الشقيقة الكبرى، هي التي ترعى أمور العرب جميعا. طبيعي جدا أن تتعرض مصر لكثير من المزايدات، ولكن التاريخ والوقائع ثابتة وتؤكد أن الدور المصري كان الدور الأبرز وما يزال هو الدور الأبرز وما يزال هو الدور الوحيد الذي من خلاله يمكن التوصل إلى تسوية لهذا الصراع. مصر هي دولة مفتاحية في منطقتها العربية وفي إقليمها وفي الشرق الأوسط والكل يعلم ذلك، ولكن لن تخلو طبعا من محاولات التربص ومحاولات المزايدة التي تتحطم دائما على صخرة الحقائق والوقائع. بالتأكيد، لأنه منتهى البساطة دكتور حسن، يعني ما تقوم به مصر والدور اللي بتلعبه مصر وانطلاقا من دور الواجب، يعني مصر ترى أن هذا هو واجبها كدولة كبرى. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا.